سلام، الواحد كان جعان قوي والله. واحد كان هيموت من الجوع. الحمد لله. تفتكروا بقى مين اللي عاش هنا هو؟ والله البيت ده شبه البيت اللي كانوا عايشين فيه سلاحف النينجا. سلاحف النينجا يا حظابط؟ سلاحف النينجا اولا بيضربوا بيتزا مش معلبات وتونه. ما يمكن بيضربوا بيتزا بالتونه. صحيح. هو الصراحة يعني رغم ان احنا لقينا بيت واكل بس انا قلبي متوغوش وحاسه ان فيه خطر حوالينا. طبعا عندها حق، حكايه الاكل والبيت والمعلبات والتونه دي فيها عنا، لازم عينينا تبقى في وسط راسنا عشان ما نغفلش. عندك حق، بس احنا لازم نفهم برضو. نفهم ايه يا عزب؟ نفهم مين اللي قاعدين في البيت ده هوت. مش يمكن الناس يساعدونا ويقولولنا على طريقه نخرج بيها من الجزيره دي؟ طب افرض طلعوا ناس عوق، ساعتها ناخد بالنا. كلام فينو عالظبط، انا معاك. احنا نلبن هنا في اي حته، واول ما يدخلهم نغفلهم ونعرقلهم ونكتفهم ونعرقلهم. وافرض طلعوا ناس عوق؟ نخلص عليهم طبعا. يا فيها كلام، اسم الله عليك، انت كل شويه تقول لنا نخلص عليهم وتعمل لنا فيها السبع رجاله وفي الاخر بتقلب بلبيله مؤاخذه فرج. بصوا يا جماعه، احسن حاجه نعملها نطلع نستخبى دلوقتي ونشوف مين اللي هيخش البيت دهوت، وساعتها بقى لو لقيناهم ناس ينفع نتكلم معاهم نروح نتكلم معاهم. وافرض طلعوا ناس عوق؟ يبقى روحي انت اتكلمي معاهم عشان انت عماله تنبوري فيها وشكلهم فعلا هيطلعوا ناس عوق. قال لي ناس عوق ناس عوق. طب وين الفراخ المفرومه دي؟ الله يخليك على الظابط. فراخ ايه دي؟ لونها اصفر. ما هي مفرومه. ماشي اهم عليا يا ماما. هاكلك في بقك؟ الله اطفر منك يا الظابط. ماشي لا انا بسالك يعني. طب يلا عم يا فرج. يا جماعة مفيش حاجة حصلت؟ يا جدعان يا جدعان يا جماعة حرام عليكم، أقسم بالله أنتم ما عندكمش ريحة الدم. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ مش قلنا هنفضل صاحيين ومركزين علشان نعرف مين اللي معانا على الجزيرة دي، ولا عاجبكم الرمية السوداء اللي احنا فيها؟ خرب بيتك خضتني. سلامتك يا أختي من الخضة. إيه يا أستاذ عتاب؟ مش اتفقنا تفضلي صاحية؟ مش كفاية المختل التاني نايم؟ عايز إيه يا صاحبتك؟ إيه مختل إيه ونيلة إيه؟ وطي صوتك. والله ما أنا صاحب مسجل معاك أهو. وطي صوتك. والله أنت مفتري. ده انا عيني ما غفلتش يا راجل. يا بت بطلي كدب، خافي على نفسك يا ماما، هتسخطي قرد والله بسبب الكدب ده. يا بت ده انت شغلك مصحي الغابه كلها. لو سمحت انا مزمزيه اللي ما بشخرش. ايه العلاقه؟ ما في اطفال صغيره بتشخر. خلاص يا بلسم باشا يعني. الله ودي صوتك شويه، ما فيهاش مشكله يعني. لو غفلنا ما فيش مشكله يعني. الله انا صاحي معاك اهو مفنجل. صاحي انت هتخدعني يا فرج؟ هو انت فاكر لما تحط الماسك دوت هفتكر ان انت صاحي؟ ما انا سامع صوت شخيرك. شخير ايه يا سعاده البيه دي لحميه؟ خلص يا فرج، انا اللي هفضل صاحي مفنجله معاه. لا يا ستي، نام انت وهفضل صاحي انا وفرج. ليه ان شاء الله؟ على رجليها نقش الحنه تفضل صاحيه معانا زي ما احنا صاحيين. اقول لكم ايه؟ ناموا انتوا الاثنين وهفضل انا صاحي، ولا اقول لكم تعالوا ننام احنا الثلاثه ونفضل بقى هنا طول حياتنا وما نعرفش نخرج من هنا؟ الله انت عايز مننا ايه يا سعادتك بيه؟ ما احنا كنا نايمين وزي الفل واكل حلاوه، انت لازم كل شويه تيجي تقطمنا. هو بيعمل لنا فيها فلوطه كده هو ويجي في الباخه ويتصدر. باخه ويتصدر ايه؟ يجي في الهيفا ويتصنطر. في حد هناك يا عيال؟ ايه ده؟ ما طب يلا يلا عتاب روحي. يلا ايه؟ روحي بقى اعرف لنا ده مين وبيشتغل ايه وبيعمل ايه هنا. هو انا في كل نسبه تلبسوني فيها؟ اسم الله عليكم يعني رجاله زي الورد، ما تروحوا انتوا تعملوا حاجه. يا بنتي ما هو كل واحد متخصص في حاجه، انت اللي لازم تروحي تكلميه علشان لو طلع غدار او ناوي على الشر تعملي له كام حركه من اللي انت عملتيه مع السنين وتقضي عليه. طب ما تخش عليها انت بالكتاوت بتاعتك. شكرا مزمزل عتاب، مش محتاجين منك اي حاجه. انا هروح يا جماعه اتكلم معاه، ده حتى شكله راجل طيب ولابس خروف اهو. هيو وين انت؟ وين انت؟ طب اضرب الضرب اجري بسرعه. يا محسن مش قادر. مش قادر يا بعراف. انا تسلخات يا محسن. يا ابوي عيب قوي يا اخوانا. والله انا راجل عالم كد الدنيا، ولا ليا في شيل ولا في حط ولا في صيد. انا مش فاهم ليش جماعه الصينيين بيعملوا فينا كده. مش عارف ليه؟ عشان الزن اللي كنا بنزلل لهم، اللي كان نبط بط هيطلع علينا وز وز. دول عذبونا اكتر ما عذبوا المصارع في فيلم المصارع.
طب انتوا عملتوا فيهم كده؟ انا كنت رئيف بيهم والله، انا كنت بشغلهم 14 ساعة في اليوم بس وبديهم بريك 10 ثواني. لا رئيف فعلا. انا مش هسكت على اللي بيحصل ده يا اخوانا، مش هسكت. انا راجل كبير على البهدلة دي. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه؟ هعمل ثورة على الجزيرة، هعمل انقلاب، لازم اعمل تنمرد عليهم. ها؟ نعمل تنمرد بس لازم نكون كلنا ايد واحدة. طب حس كده بقى، محدش يعمل حسابي عشان انا ايدي مش قادر ارفعها من التعب. بقول لك ايه يا اخ ضايو، مهما كان يعني الجماعه الصينيين انت بينك وبينهم لحم ودم، يعني كلمهم شويه يخفوا يدهم علينا. يا عم فكك مني بقى، يعني انا لو كنت اعرف اريح نفسي كنت رحت قعدت معاهم في العيشه النظيفه بدل ما انا ملطوط معاكم في العيشه المعفنه دي. على راي المثل يعني القرد كان نافع نفسه. قرد ايه ونيله ايه؟ ايه يا اخوانا ده؟ ايه ده؟ مش في واحد نايم؟ واحد مسؤول نايم؟ محترم نايم؟ ما تشوشروا افكاري، انا قاعد بفكركوا في ايه مالكوا؟ يا سيادته المحترم، تقدر تقولي سيادتك بتصحى امتى؟ معلش اسمح لي اسالك، يعني انا لا شفتك بتصطاد سمك معانا ولا بتتنطط على الشجر ولا بتشيل الميه، انت بتشتغلش معانا ليه؟ انا بخطط يا حبيبي، ده بيشتغل. انا اكبر منكم في السن، اكبر منكم يوم يعرف عنكم بحوالي 7-8 سنين، فمخي بيخطط لكم عشان مستقبلكم هنا في الجزيره. بس قولوا لي الاول النسوان فين؟ نانا وسعاد شغالين بيغسلوا لهم هدومهم. اخسع الرجاله. وجاسمين وهانم في العشه عند سوزوكي. مش بقول لك اخسع الرجاله؟ في العشه بيعملوا ايه في العشه؟ قصدك ايه يا استاذ منك ليه؟ انا لمح في كلامكم يعني تجريح وتلميح على هانم. لعلمكم بقى هانم دي سمعتها زي جن الذهب، دي اشرف من شرف. بيني وبينك خطوه ونص، لا بتسلم ولا بتبص، اسال عنا يلي هاجرنا، ما تسال عن يلي هاجرنا، نعمل ايه لاجل تحس. بيني وبينك شرف. دي علي انت. سوري. خير ان شاء الله. خير كله خير. تفضل. وده ايه ده بالصلاة على النبي؟ ده هدية بسيطة كده. ومقابل ايه؟ مقابل ان الناس بتوعي ما يشتغلوش وياكلوا ويشربوا ويرتاحوا وينبسطوا زي الناس بتوعك. وانا هاخد الفلوس دي هصرفها هنا؟ واحنا يا راجل هنقعد هنا طول عمرنا؟ اكيد هنرجع بلدنا. انت مش هتضحك عليا بقرشين، واحتمال كبير ان انا مش هعرف اصرفهم. قرشين؟ انا بديلك نص ثروتي، 50 مليون دولار، ومستعد اضحي بكل ثروتي، 50 مليون دولار ودولار، في سبيل ان ما اشوفش بنات بلدي هم بيتهزوا ويتهزقوا. ها قلت ايه؟ المهم ظبطت لي كل حاجه. ها انا مش عايز مشاكل. اوكي، والطياره فيرست كلاس. ها ثانك يو. اوكي باي باي. تعالى يا ابني أمورنا حضرتك. عايزك تاخد الشنط دي كلها وتنزلها كده من غير ما حد ياخد باله، عربيتي بره، حطهم لي في العربيه. ها تمام حضرتك، انا مش متاخر في حاجه، بس في مشكله دلوقتي مع الاوتيل ومستر علاء منبه علينا. بلا علاء بلا وفاء بلا حاجه، قول لهم دي شنط نزيل تاني في الاوتيل، ما تجيبش سيرتي. ها ما تجيبش ايه سيرتي يا فندم. ابوس ايدك، انا ممكن كده اتاذي. بوس دي، مالكش دعوه انت. يلا اتكل على الله. شكرين يا باشا. هتوحشيني يا مصر.
فين يا سليم بيه؟ هاي. أنا لا يمكن أستنى دقيقة واحدة في الأوتيل ده بعد الإهانة اللي أنا تعرضت لها. أوتيل ما بيعرفش يتعامل مع الناس المحترمة اللي زيي. أوي أوي، بس هو اللي بيمشي ده مش بيدفع الحساب اللي عليه ولا إيه؟ يا ابني ما أنا جاي أدفع لك الحساب، وأنا جاي أتعرف عليك. هتدفعه فين يا سليم بيه؟ برا الأوتيل ولا إيه؟ يا ابني الشنط فوق، أنا طالع برا أسحب من الـ ATM، ومع ذلك خلاص أنا هدفع كاش. هو كام الحساب؟ 56,000 دولار. كم؟ 56,000 دولار. 65 دولار 65 دولار 65 دولار 65 دولار. لا مش هيكمل معايا. اتس اوكي، نو بروبلم.